السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد بن زرياح من المغرب. اليوم إن شاء الله في فيديو آخر عن موقع نيوبو للتعدين. فالبارحة هذه قناتي على اليوتيوب، ستلاحظون أن هناك تغييرات. البارحة نشرت فيديو موقع نيوبو للتعدين إعداد محفظة لسحب الأرباح، لأن حسابي في الأول لم يكن يعني لم لم أشغل فيه طريقة السحب، لأن كي تشغل طريقة السحب يجب عليك أن تضع عنوان المحفظة هكذا، والسحب يتم أوتوماتيكي. فعلا في الفيديو عدلت، وضعت محفظتي في إكزابو كما قلت، ومباشرة بعد نزول أرباح البارحة هذا الصباح تم إرسال المبلغ كله إلى محفظة إكزابو، وهو هذا إن كنتم تذكرون البارحة كان فارغ، وها هو الرصيد الذي انضاف، يعني في حدود 5 صباحا. لا في حدود 7 صباحا external transaction. والمبلغ المرسل جاء كان هنا، كانت هنا أظن، لا أذكر المبلغ بالضبط، انضاف فقط يوم واحد، كانت حوالي 400,000 أظن ساتوشي، أو يمكن رؤية، لا المهم هو أننا توصلنا بالمبلغ هذا العدد 71. سنقوم بعملية حسابية بسيطة، 71 3 أصفار، 71 705 مضروب في 1 2 3 4 5 6 7 مضروب في 7 أيام، المبلغ هو 50 19 35 50 19 35. إذن ليست هناك مصاريف. أنا كنت أتوقع أن ستكون هناك مصاريف، لكنهم عملوا مبلغ ابتداء من 150 أبساتوشي كي تقل المصاريف، وأظن أنها انعدمت. هذا جيد جدا، أنا حقيقة لم أكن أتوقع هذا. إذا هذا كان سحب من الموقع. الآن سأدخل إلى المحفظة، إلى ماي بروفايل، لأحذف عنوان المحفظة لكي لا أسحب حتى أصل إلى المبلغ الذي أريد. ما علي إلا حذف عنوان المحفظة من هنا، ثم أضغط على سيف. يقول ايرور 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 ايرور. لم يعجبه. إذا نعود إلى هنا ونعود مرة أخرى إلى المحفظة لنرى. سنعملها كابي ونحذفها من هنا ونضغط على السيف. حسنا، سنضعها في مكان آخر، اتريوم غير موجود، سيف. لم يقبل هذا. المهم على أي مدى أن ليس هناك مصاريف في السحب، إذن فلا بأس، نتركه يقوم بالسحب أوتوماتيكيا مدى أنه ليست هناك مصاريف. أنا كنت أعتقد أن هناك مصاريف،
سنحاول حذف المحفظة. إذا ما دام أن ليست هناك مصاريف فلنترك المحفظة كما هي، لا بأس بذلك. سأعاود الرجوع مرة أخرى لأرى ماذا حصل. عادت إلى مكانها، إذن لا بأس. المهم أنه ليس هناك مصاريف، لهذا كان من الضروري حذف المحفظة حتى يتجمع المبلغ آنذاك يمكن سحبه، إذن فلا بأس. ما دام هكذا بدون مصاريف إذن فهذا شيء جميل. إخواني، بالنسبة لكل ما يتعلق سابقا على كل المعلومات على هذا الموقع ستجدونها في قناتي هنا في تعدين، في خانة تعدين هنا بلاي ليست سميتها تعدين، وضعت فيها كل الفيديوهات الخاصة بنيوبو للتعدين، وهناك فيديوهات أخرى ليس مشكل. إذن هذا كان أهم شيء، أننا حجة للسحب كما وعدت أن أضع فيديو لما يصلني السحب، فأنا قد وضعته، وأتمنى التوفيق للجميع. وأي أسئلة على أو شيء غير مفهوم أو غير واضح، فهناك فيسبوك وهناك القناة وهناك أيضا واتساب سبق ونشرته في مقالات كثيرة، ربما سأنشره أيضا في هذا الفيديو، وأستودعكم الله والسلام عليكم.